إن الحفل اللي تقصصي العاملة من التلاميذ المتفوقين واللي في الحقيقة كانت لحظة ديال الاعتراف لهذه التلاميذ اللي حققوا نتائج جد متميزة. اعترفنا لهم بالمجهودات اللي بذلوا وكان اعترفوا كذلك الآباء ديالهم بالمجهودات اللي بذلوا. فاحنا من خلال هذا الحفل كنحاولوا ما يمكن أننا نمر واحد الرسالة مفادها أن هاد التلاميذ حققوا نتائج إيجابية. فالرهان على المستقبل التلاميذ اللي مازالين كيقراو عندنا باش انهم يقتديو بهاد التلاميذ هاد النماذج ديال التلاميذ المتميزين باش تكون النتائج ديالهم ان شاء الله السنه المقبله متميزه ونحققوا ما ننسبوا اليه جميعا وهو تألق هاد الاقليم. تألق الاقليم كذلك على مستوى ترأس الاميره سمو الاميره الجليله آمنة سلمى الحفل ديال تتويج احسن نادي صحي على الصعيد الوطني بالتنميه التاهيليه آمنة سلمى بمدينة فوق. كذلك توجت مدرسة الوحدة بالشارة اللواء الأخضر اللي في إطار البرنامج الدولي للمدارس الإيكولوجية. واحد مجموعة الإنجازات كذلك على مستوى الرياضة المدرسية حيث أن التلميذة متينة البغدادي حققت الميدالية الذهبية في البطولة الوطنية في القفز الطولي بمدينة مراكش. وهذه كلها واحد مجموعة ديال التلاميذ اللي كانوا متميزين واللي يعني عطاو واحد الصورة إيجابية للإقليم. وبالتالي حنا كنراهنوا على التلاميذ اللي عندنا باش أنهم يقتديوا بهالتلاميذ وتكون النتائج ديالهم إن شاء الله السنة المقبلة متميزة.